الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قد تقدم ما يتيسر من سيرته صلى الله عليه وسلم من حمله وإرحاصاته وولادته وإرحاصاتها وكل ذلك إرحاصات النبوة. والآن سنتكلم عن أوصافه الذاتية. هناك حديث من أكمل الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في شمائل الترمذي، وأعتقد أن هذا الوصف الموجود بين أيدينا من مولد البرزجي أيضا سيشتمل على غالبه أو مع زياداته، وإن شاء الله يا أراد الله وأعطانا الحياة سنختم بقصيدة سيد أحمد زرو غدا وبعد غد لتكون خاتمة خير لهذا الشهر المبارك. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذات وصفات سنية مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسعة العينين أكحلهما أهدب الأشفار قد مويح الزجاج حاجبه مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين يا جبهة هلالية سهل الخدين يرى في أنفه صلى الله عليه وسلم بعض بيداب حسن العرمين أقنى بعيد ما بين المنكبين سبط الكفين ضخم الكراديس قليل لحم العقب كث اللحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية بأذنية وبين كتفيه خاتم النبوة. قد عمه النور وعلاه وعرقه كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية ويتكفأ في مشيته كأن ما ينحط من صبب ارتقى وكان صلى الله عليه وسلم يصافح المصافحة بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية ويضعها صلى الله عليه وسلم على رأس الصبي فيعرف مسه له صلى الله عليه وسلم بين الصبية ويدرى يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم ولا بشر يرى. هذه جملة من أوصافه السنية نعطر بها يومنا هذا الجمعة الأخيرة من ربيع الأول. كان أكمل الناس صلى الله عليه وسلم كما قال في الشمائل كل فضيلة له بأفعل كأكمل وأجمل وأرحم وأفضل أكرم أفضل أحسن أشد الناس غضبا في الله تعالى أرحم الناس للناس أجود الناس كل فضيلة له بأفعل صيغة المبالغة. أكمل الناس خلقا صورة لأن جمال الصورة يدل على جمال السريرة غالبا وخلقا ويكفي بذلك قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم فعلى هنا بمعنى الفوق معناها على فوق الخلق ليس أنه في قمة الخلق بل فوق الخلق.
خلقه القرآن لما تبقنون للواصفين من مقام في الفنون. سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت كان خلقه القرآن كأنك ترى قرآنا يمشي على وجه الأرض. وهذه عبارة في غاية البلاغة والإيفاء بالمقصد، لأنها ما أرادت أن تعدد لأنها ستعجز، فعبرت بعبارة كاملة وافية. وهذا كما قال شراح الحديث تجسس من كمال عقلها رضي الله تعالى عنها. ذا ذات وصفات سنية رفيعة عالية. ويقول بعض المادحين ما حسن يوسف النبي الكامل إلا كشطر من بحور الكامل، لو لم يكن إله ذو الجمال كسل جمال منه بالجلال، ما استطاعت العين إليه تنظر ولا رأت ما ليس منه تقدر. ولذلك نص العلماء كالإمام القرطبي أنه صلى الله عليه وسلم لم يدرك الناس حقيقته، ولو كشف الله تعالى لهم عن حقيقته لما قدروا عليها، لما انحرقوا. وفي ذلك يقول ابن الفارض وصحبه زليخا لو رأينا جبينه لآزرنا بالقطع الفؤاد على اليد، لو أسمعوا يوسف بعض ملاحة، لو أسمعوا يعقوب بعض ملاحة في وجهه نسي الجمال ليوسف. قال العلماء كالإمام الصاوي عند قوله قول الله تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، فلماذا لا تفتتن النساء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وطبعا هو أجمل من يوسف بكثير، لأن يوسف أعطي الشطر، وأما الجمال كله فقد أعطيه صلى الله عليه وسلم، كما قال البصيري منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. الجمال كله للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الصاوي لأن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين فغطى جماله بالجلال، لذلك لم تفتتن النساء به. كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة، معناها وسط القامة أقرب إلى الطول، ولكن مع هذا لا يماشي أحد ولو ينسب إلى الطول كأبي سفيان وعمر رضي الله تعالى عنهما إلا طالهما، إشارة من إلى أنه لا يمكن لأحد أن يطوله حسا ولا معنى. عندما تراه وحده تحسبه متوسطا أقرب إلى الطول، ولما يمشي مع أي طويل يطوله. أبيض اللون مشربا بحمرة، فهو النبي صلى الله عليه وسلم أبيض. وقال العلماء إن من وصفه بالسواد كالقسطلاني وغير من العلماء أنه قد كفر، لأنه نفى صفته صلى الله عليه وسلم. ولا بالسمرة أيضا كلون العربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن الألوان كلها، فهو أبيض ليس بالأمهق كلون الرومي، وليس بالأسمر كلون العربي، وليس بالأسود كلون الإفريقيين، بل هو أبيض مشرب بحمرة ذهبية. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، واسع العينين بدون إفراط، بدون مثلا زيادة حاشاه من ذلك. أكحلهما أكحل السواد وأبيض البياض، إلا أن هناك خط أحمر في عينيه صلى الله عليه وسلم صغير. أهداب الأشفار، معناها أشفار العين كثير الشعر في أشفار عينيه. قد منح الزجج، معناها زججت حواجبه كأنها بصناعة. ولذلك يقول حسان وقيل إن عائشة رضي الله عنها كانت تنشد ذلك، تقول وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ومن شعر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وكان قبل إسلامه، وقد أرسله قومه كما قال الإمام جسوس في شرحه للشمائل ليجو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذمه، والهجاء بمعنى الذم تفسير فقط. فلما وقف بين يديه غطاه
العشب فوشي. فقال على البديهة لما نورت إلى أنواري سطعت وضعت من خيبتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري الأنوار من نوره في نوره غرقت والوجه مثل طلوع الشمس والقمر روح من النور في جسم من القمر كحلة نسجت بالأنجم الزهري. ثم عاد إلى قومه فأخبرهم الخبر. قالوا له ماذا قلت؟ قال قلت يا العباد. قالوا له لماذا؟ نحن أرسلناك لتجوبه. قال لهم عار على الرجل أن يكذب. هذا هو الذي رأيت، عار على الرجل أن يكذب. الرجل لا يناسبه الكذب. الرجل أيها السياسيون، الرجل لا يناسبه الكذب وكم تكذبون. أيها السياسيون، الرجل لا يناسبه الكذب وكم تكذبون الليل والنهار. صاحب الوجهين لا يكون عند الله وجيها. اهدب الأشفاري قد منح الزجج حاجباه مفلج الأسنان، والمراد بالأسنان هنا ثنيتاه صلى الله عليه وسلم فيهما فلج، وأما الأسنان الأخرى فإنها ليست متراصة ولكن لا يرى فيها فلج واضح، إنما هما الثنيتان العليا، من هو الأصح، مثلا الثنيتين في الفم من أعلى، ليست الثنيتين مثلا السفليين، ليست الثنيتان السفليين، إنما هما الاثنتان العليا. واسع الفم بغير شذوذ، حاشا من ذلك، وهذا دليل على فصاحته، لأن الفم إذا كان واسعا كان صاحبه ضليع العبارات بالأحرف، يعطي الأحرف من أمكنتها ومخارجها. لا جبهة هلالية كالقمر، من جبهة تتلألأ نورا كالقمر. سهل الخدين ليس فيهما يعني نتوءة، حاشاه من ذلك، بل سهلهما سائل الأطراف كما في الحديث الآخر. يرى فيه بعض حديداب كأنه محدودب ولكنه ليس محدودبا. حسن العرنين يعني الأنف، أقناه الأقناء المرتفع قليلا، ولكن ذلك كان لشدة نوره. بعيد ما بين المنكبين، واسع ما بين المنكبين صلى الله عليه وسلم. سبط الكفين معناها سائل الأطراف، معناها سبطهما ليس بهما تكمش ولا تقبض ولا ورم، حاشا من ذلك. ضخم الكرادس هي مفاصل كالمنكبين صلى الله عليه وسلم وكالمرفقين وكالركبتين، ولكن بدون شذوذ، حاشاه من ذلك، ذلك اللي يدل على قوة البدن صلى الله عليه وسلم. قليل لحم العقب يعني القدم، آخر القدم. كث اللحية، وهذا مما يدلنا على أن اللحية محمودة، وأن عصرنا الجديد كما قال محمد حبيب الله بن مايبة في حديثه في شرح حديث البخاري: احفوا الشوارب واعفوا اللحى، صرت لا تميز بين الشاب والكبير إلا أن الكبير يفضح الشيب للأسف. النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وهكذا كان الأنبياء. وقد سأل الناس في المشرق، لا أدري هل هو في بلاد فلسطين أو في شرق إفريقيا والمعبر عنه بمصر، يعتقدون أنفسهم من المشرق وهم في إفريقيا حقيقة. فالمهم سألوه: هل في القرآن دليل يدل على اللحية؟ قال: نعم. قال تعالى حاكيا عن هارون عليه السلام، قال: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني يا ابن أمة، قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي. وقال سبحانه جل جلاله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقد عد هارون من هؤلاء الجماعة التي أمر الله تعالى بالاقتداء بها.
فلحيته محمودة، وفي الحديث سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب. النساء للأسف الآن يقص تقص الرؤوس، والرجال أيضا يحلقون اللحى أو يقصرونها تقصيرا شديدا. ولا أريد أيضا شذوذ اللحية، فبعض الناس يبالغ في ذلك حتى تمس لحيته سرة، وهذا قبيح جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثرة اللحية تملأ بين منكبيه لتكاثفها وكثرة الشعر، وذلك دليل على القوة والرجولة. وأما طولها إلى السرة فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فالغالب أنها ما كانت تتجاوز القبضة. وقد ترى أحاديث وإن كانت غير صحيحة فقد عمل بها العلماء، وعمل بذلك عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما. فكانت إذا تجاوزت اللحية عندهما يعني القبضة قصاها، إلا أن الشذوذ الفاحش مذموم. خير الأمور الوسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط. أما حلق اللحى فأجارني الله وإياكم، وتقصيرها تقصيرا قريبا من الحلق فهذا جمهور الأمة على تحريمه، وهو شنة يعني هو حقيقة مثل بالرجل. فأصبحت لا تميز بين الرجل والفتاة الصغيرة الوجه من يعاهده دهنا وكحلا، ويعني كما تسمونه بالفرنسي مكياج، يعني الرجال كانوا يضعونه، وما تسمونه بالإنجليزي ميك أب أو ويك أب. أتفو بيس الحال، بيس الحال. كان الرجل يكمل نفسه بما تكمل به النساء ونفسها دهنا وحلق لحية. هذا ليس رجلا حقيقة، هذا أنا أسميه خنثاء. أنا أسمي شباب الناس الآن، شباب المسلمين الآن غالبهم خناس، يعني خناس. عظيم الرأس صلى الله عليه وسلم شعره إلى شحمة الأذن. النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق رأسه مطلقا إلا إذا كان بحج أو عمرة، وإذا طال مست رؤوسه المناكب، وكذلك والغالب أن يكون إلى شحمة الأذن. وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه صلى الله عليه وسلم. وهنا ننتهي، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسنكمل غدا إن شاء الله هذا الوصف الجميل، ونختم إن شاء الله كما قلت لكم بقصيدة سيدي أحمد زروق رضي الله تعالى عنه، ونفعنا بالجميع، ونفعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الجميع وبالجميع، وبارك فينا وفيكم، وأسألكم الدعاء لي ولوالدي ومشايخي بالتوفيق والعافية والرحمة والبركة في كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغافل عن ذكرك وذكر الغافلون.